هذه مش عصابة. يقول هذا في مجلس الوزراء وماذا بينا ينطقوا الوزراء ويكذبوني. كان رايح قالوا راك رايح وكي يستقبلك ساركوزي سي بوتفليقة واش يقول لك اعطيلو واش يقول لك قال له خارج اطار القانون نفذ له. وقال لهم يا جماعه خوكم الوزير هذا راه رايح وما عندنا ما نديرو باش ما يديرش باش ما يدير لي ساركوزي ثوره عليا لازم نتنازل له على اقتصاد البلاد. هذا في مجلس الوزراء والتسجيلات موجوده وماذا بيا يكذبني واحد من الوزراء.